ملا حكاية. عسلامة، في ملا حكاية متاع اليوم باش نعملوا طلع على تركيا. ماو الخطوط الجوية غاديكا منعوا على المضيفات الحمير. صحيح مش قايلون منعت عليهم الحمير الأحمر، أما كمام هو اسمه روج. شقال لك وشقال عليه؟ ما هو الشيك وما يخرش على اللبسة يا أخي، ولا اخطر كيف وكيف الدروغ والسلاحة. أنا بصراحة عمري ما سمعت بطيارة تحت بسبب حمي، أما في الدنيا هذه تعيش وتسمع الحكاية. مازلنا مع الحمير اللي هو صحيح قد الطرف، أما ديما بمشاكله في الدنيا الكل. والحكاية هذه صارت في البيت الأبيض ميزون بلانش، ما عندهاش برشا عندها يامات، في حفل استقبال بمناسبة شهر التراث متاع لازيل دي باسيفيك. غاديكا صارت فضيحة. أولا. باراك أوباما الرئيس الأمريكي المحترم على الكل متاع سوريته البيضة فما بوسة مطبوعة بالحمير. أوباما وجهه أصفر وعرقه هابط سيول مربوث ويمهمه ويقول خاتيني والله خاتيني ويفسر للي معاه اللي فما واحدة بسته مش بالعاني حبت تبوسه في خده يا أخي جت على العارضة بحذا كرومته. أما بالك تسخيلوه مربوث وخايف من الصحفيين والكاميرا، هو مرعوب من مرته ميشيل اللي جاية في الثنية وكان شافتها انهار وشو ما الحكاية لليوم وفات. وحتى لي نرجع لكم غدوة سيسروا يحكم ملا حكاية.